السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آية من بعد آية، لعل الناس بآيات الله يوقنون، فيعودوا إلى ربهم تائبين منيبين وطائعين لخليفة الله الأخير على الأرض الإمام ناصر محمد اليماني، لينقذهم به من حرب المناخ وقوارعه العظيمة، ومن حرب ما يسمونه كورونا جندي الله الخفي. تحدى الإمام ناصر محمد اليماني علماء الفلك في آية الإبدار المبكر لشهر ذو الحجة لعامنا هذا لسنة 1442 هجرية، فأبدر القمر فعلا قبل موعده آية للعالمين. وما كان من علماء الفلك إلا الإنكار ومحاولة التدليس والمغالطة واختراع الأكاذيب والمبررات لما حدث للقمر، لكي لا يسخر الناس منهم ويلتفتوا لدعوة الإمام الحق التي فضحت زيف ما يقولون عن حقيقة إدراك الشمس للقمر. محاولات العلماء لإقناع الناس أنهم الطرف الذي على صواب بحجة ما يمتلكون من علوم فيزيائية وفلكية ستبوء بالفشل أمام تحدي الله الجديد على لسان خليفته، والذي يتمثل في امتحاق وجه القمر المبكر لذات الشهر الحالي من ذي الحجة فجر يوم السبت القادم، والذي من المفترض أنه المنزلة 28 من منازل شهر ذو الحجة، والذي لا يمكن أن يغيب عن أنظار العالمين، فهو ليس موعد المحاق بعد حتى لا يشاهد الهلال في نهاية الشهر. وعليه فإننا ندعو الناس جميعا لمتابعة هذا التحدي وهذا الحدث العظيم فجر ليلة السبت، المصدق لآية إدراك الشمس للقمر والمنذر باقتراب كوكب العذاب صقر نيبيرو الذي اقترب موعد مروره وإشراقه على العالمين من الجهة الجنوبية للأرض، فيسد أفقها الجنوبي من شرقه إلى غربه، وإنه نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. ويا ترى بماذا سيرد علماء الفلك هذه المرة تجاه هذا التحدي وهذه الآية العظيمة؟ هذا ما سنتابعه نحن وأنتم بعد الحدث، فارتقبوا واشهدوا بالحق ونحن معكم من الشاهدين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.